3 كنا بنتكلم قبل التقرير على السوشيال ميديا وأجواء السوشيال ميديا وتأثير السوشيال ميديا عامة على كرة القدم، وتطرقنا للنقد. هل مستر أو كوتش موسيماني من المدربين اللي يتقبلوا النقد بشكل صارخ؟ وخاصة أنا يعني أحب أقول لك معلومة، النقد هنا في مصر يعني ممكن جدا يخرج برا الإطار الرياضي بشكل أو بآخر. ردود أفعالك ممكن تكون إيه؟ I just believe that أنا أؤمن when you are a football coach, لما تكون مدرب كرة قدم if you win, لو كسبت and you don't win good, you'll be criticized. وحتى كسبت أداء كويس برضو هيجي لك انتقاد. لو خسرت هتنتقد انك خسرت، هتنتقد انك خسرت. لو تعادلت وما كسبتش هيقول لك ليه ما كسبتش، لو انت حتى برضو هينتقدوك انت ما كسبتش. على طول النقد مستمر. حياة مدرب كرة القدم هتعرض على طول وقت الانتقادات. طبعا في انتقادات إيجابية وفي حاجات سلبية، انتقادات سلبية بالطبع، لكن أيضا لكن طريقة الانتقاد نفسها مش هيبقى عندك من كون شخصية أو الغرور إن أنت ما تقولش آسف لو ما بتخطأ، ولأن الغرور أو الإحساس الزائد بالذات ممكن يوقف نجاحك، ولازم يكون عندك من التواضع تقول أنا آسف لما تخطأ. وطبعا أيضا لازم يكون متواضع أكتر لما بتفوز، يكون عندك برضه نفس التواضع ويكون تواضع أكثر في حالة الفوز. حياتك كمدرب كرة قدم لازم تكون متقبل انتقادات. لو فزت هينتقدوك، لو تعادلت هينتقدوك، لو خسرت هينتقدوك، هينتقدوك لو ما بتعملش حاجه. خلينا نتكلم في بعض المدربين ومن خلال السيره الذاتيه. العلاقه ما بينك وما بين اللاعبين في جزئين من المدربين، مدرب زي يورجن كلوب عنده العلاقه ما بين اللعيبه بنشوفها بشكل مفتوح جدا، علاقه الصداقه، علاقه تقارب. ممكن بعض المدربين زي مورينيو ما عندوش هذه الصفات. نقدر نقول مستر موسيماني ويتش تايب، يعني اي نوع من المدربين؟ هل مع الصرامه والحدود المبالغ فيها مع اللاعبين، ام مع الصداقه ودخول اللاعبين وكانكم في عيله واحده؟ اللي اعرفه كرة القدم مدرب كرة القدم زي اللورد بالنسبة للاعبين. انا عايز اقول زي الاله، يكون زي الاله بالنسبة للاعبين برضه. مش لو انت عشت بدون شخصية كبيرة اله اليوم مش هيحبوك ومش هتكسب، وبرضه فضلت محبوب جدا من اللعيبة برضه ما تكسبش. لازم يبقى في توازن. لساعات صوتك ما بيبقاش هو في بعض الحالات. ممكن تعلي صوتك في بعض الاحيان عشان تهني بعض اللاعبين. ممكن في التهنئه بيبقى صوت عالي زي ما قلت. ممكن تعلي صوتك عشان تبقى قوي مع اللاعبين او توجه ملحوظه بصوت عالي. وساعات بقى فوت صوتك يبقى هادي. لما على حسب اللاعبين، حسب حاله اللاعبين، حسب اللحظات الصعبه مع اللاعبين بيحتاجوا الصوت الهادي. ساعات ممكن توصل الرسالة بالصوت الواطي أو بالصوت العالي. زي أطفالك بالضبط، زي عائلتك. الناس بتستقبل الرسالة بأساليب مختلفة، وبتون صوتك، درجة صوتك عالي أو واطي. مهم جدا إنك توصل الرسالة. يعني توصيل الرسالة زي ما بيقول مرتبط بشكل كبير في عالم كرة القدم بالدريسنج روم، السيطرة على الدريسنج روم. وهناك نوعين من السيطرة على الدريسنج روم،